السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالسادة الزملاء والزميلات في المرحلة الجامعية. أرسل إليكم بعض النصائح المختصرة المركزة، وأنا متخرج منذ 10 سنوات تقريبا، أعمل الآن في مجال تعليم العربية للناطقين بغيرها، ومعلما ومدربا ومديرا إلى جانب بعض الدراسات والأعمال الأخرى. يعني حصلت على الماجستير في تخصص اللغة العربية، وحاليا باحث في مرحلة الدكتوراه. سأحاول أن أرسل إليكم بعض النصائح السريعة، لن أطيل عليكم علشان أنتم بتذاكروا. طيب، النصيحة الأولى: أنا متخصص مثلا في اللغة العربية في كلية تجارة، في أي قسم من أقسام الدراسة الجامعية، حاول أن تركز في دراستك جيدا، حاول أن تحصل على تقدير مرتفع، وبالأخص إذا كنت تدرس اللغة العربية حاول أن تتقن فروع اللغة العربية كالنحو والصرف والبلاغة، حاول أن تطلع على المعجم، حاول أن تقرأ في المعجم العربي بشكل مكثف، لأن هذا سيفتح لك آفاق العمل بعد التخرج. لا يليق أبدا أن تتخرج من الجامعة، وللأسف هذا مشهود الآن في الدفعات التي تخرجت قبل ذلك. تأتي الزميلة أو الزميل ويقول: أنا درست النحو لكنني لا أفهم شيئا، لكنني نسيت كل شيء. حاول أن تجعل الدراسة للعلم وليس لمجرد أن تصب المعلومات في ورقة الإجابة، فيعني هذا لن يفيدك أبدا. مجرد تخرجك بشهادة مكتوب عليها أي تقدير أيا كان، دون أن يكون لديك العلم المؤهل للعمل، فأنت لم تحصل على شيء. سوق العمل يتطلب متطلبات معينة قد لا توفرها لك الدراسة الجامعية بسبب التسارع الشديد ويعني التطورات السريعة المتلاحقة في التكنولوجيا الحالية، فمجال التعليم يكون متأخرا بعض الشيء عن مواكبة هذا التعليم خصوصا في وطننا العربي. حاول أن تركز في مجال دراستك بشكل جيد. بعد ذلك حاول ألا تخرج من الجامعة إلا ومعك لغة ثانية أو لغتين أو 3 لغات. الأمر سهل، أصبحت هناك دورات كثيرة عبر الإنترنت، هناك قنوات على اليوتيوب توفر تعليم اللغات بشكل مجانا، مثل مثلا قناة The American English أو قناة طليق التي يعني أطلقت منذ أسبوع تقريبا. تستطيع أن تدرس اللغة العربية، طبعا أقصد اللغة الإنجليزية، ولغات أخرى كالصينية والفرنسية ولغات متعددة. حاول ألا تخرج من الجامعة إلا ومعك لغتين على الأقل. بعد ذلك حاول أن تتعلم البرمجة، برمجة المواقع أو برمجة التطبيقات، لأن هذا هو سوق العمل الذي يطلب أعمالا الآن، وتجد الراتب المناسب الذي تستطيع أن تعيش به حياة كريمة، فلا تقتصر على مجال دراستك الجامعية فقط. حاول أن تتعلم برمجة، حاول أن تتعلم التصميم، وتتعلم برامج استخدام برامج الفوتوشوب أو برامج التصميم بشكل محترف. حاول أن تتعلم لغة مثلا كلغة البي اتش بي، لغة سي اس اس و اتش تي ام ال، مثلا لغة الجافا سكريبت، لغة بايثون، كوتلين. هذه اللغات حاول أن تتعلم، يعني ركز على لغة تمام وتعلمها بشكل جيد حتى تستطيع أن تكون مطورا ومبرمجا لمواقع الإنترنت أو تطبيقات الهاتف. وطبعا أيضا في قنوات وفي كورسات أونلاين تستطيع أن تشترك فيها. طبعا هذا يتطلب منك أن يكون معك حاسوب في مرحلتك الجامعية حتى تستفيد من هذا الكم المعرفي والتدريبي الموجود على الإنترنت. بالنسبة للزميلات والأخوات، تستطيع أن تتعلمي مثلا البرمجة، تستطيع أن تتقني اللغة العربية. أيضا من المهم جدا جدا لمتخصصي اللغة العربية إتقان قراءة القرآن الكريم، لأنه أيضا هذا مجال عمل واسع وكبير، وفيه طبعا نشر لكتاب الله عز وجل ولغة هذا الكتاب العظيم. حاول ألا تخرج من الجامعة بمجرد شهادة فقط، بل عليك أن تكون واسع الاطلاع، حاول أن تتعلم أشياء كثيرة، لكن لا تشتت نفسك وركز على
ما يفيدك. إن شاء الله معكم في لقاءات، يعني إن شاء الله كثيرا نحاول أن ننصحكم النصائح التي تفيدكم بإذن الله تعالى، ويعني لن أطيل عليكم، نلقاكم إن شاء الله في فيديوهات أخرى. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.